على مرمى بصرها تتابع طفلة صغيرة لم يتخطى عمرها 3 سنوات بعد والدتها وهي تلعب التنس في أحدى نوادي تونس. تقترب بفضول، تقبض يدها على المضرب وتحاول ركل أول كرة، فيتدفق بداخلها شعور كبير نحو تلك اللعبة، وتدرك من اللحظة الأولى التي حملت فيها المضرب بأن لديها موهبة تجاه رياضة التنس. من طفلة عاشقة للتنس لا تملك تكلفة تدريباته، ومن مهمة جمع الكرات في الأندية الصغيرة إلى سفيرة الرياضة التونسية ولعب متوجة على عرش البطولات الكبرى. رحلة شاقة للتونسية أنس جابر حققت خلالها إنجازات استثنائية في تاريخ تونس، وأثبتت أن المستحيل ليس عربياً. في أغسطس عام 1994 ولدت أنس جابر ونشأت في مدينة سوسة التونسية، ومنذ سن مبكر فتنت بلعبة التنس، لكن الشغف وحده ليس بكاف. صدمت أنس بتكلفة احتراف لعبة كهذه، واجهت صعوبات مادية، لم تكن تملك ثمن الحصول على خدمات مدرب أو الانضمام لنوادي كبرى، لكن إيمان أسرتها بها دفعها لبذل مجهود أكبر رغم انعدام الفرص. تدربت أنس في أندية تونسية متواضعة حتى عمر 12، بعدها سافرت إلى أوروبا وتدربت في بلجيكا وفرنسا بدءا من عمر 16. لم يكن الطريق مفروشا بالورود، كلما اتخذت خطوة للأمام في عالم الملاعب الصفراء تتزايد الصعوبات. رفض الرعاة دعمها لأنها فقط عربية، شعرت أنس بالغبن. لكن ما زادتها تلك المواقف إلا صلابة، حين كان يزورها اليأس تتذكر تضحيات أسرتها، فتنفض الحزن عن نفسها وتخرج كل طاقتها عبر الرياضة التي أحبت. في عام 2011 كانت نقطة تحول أنس إلى لاعبة محترفة، شاركت في البطولات الأربع الكبرى وحصدت بجدارة البطولة المفتوحة للتنس للناشئين، لتصبح أول فتاة من شمال أفريقيا تفوز ببطولة جراند سلام في هذه الفئة. أداء لافت أسر قلوب متابعيها على مدار السنوات المتتالية، وبعد قرابة 10 أعوام وصلت في عام 2020 للدور ثمن النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الكبرى، لتصبح أول لاعبة عربية تحقق تلك الخطوة. لكن ذلك لم يرضي طموح اللاعبة التونسية التي بحثت عن وجودها على منصات التتويج العالمية، وهو ما حدث في عام 2021 حينما عانقت التاريخ بفوزها ببطولة برمنغهام للتنس لتصبح أول عربية تحقق اللقب. توالت البطولات التي حققتها النجمة التونسية، حصدت اللقب الأكبر في مسيرتها الاحترافية، وتوجت في 2022 بدورة مدريد على الملاعب الترابية، فيما انتزعت الفوز في دورة برلين الألمانية. رحلة تزيد عن 12 عاماً تحمل بين طياتها لحظات فرح وحزن. وضعت أنس اسمها بين كبار لاعبات التنس لتصنع تاريخاً مشرفاً في مختلف البطولات، وتفوز ب3 ألقاب فردية في جولات رابطة محترفات التنس، و11 لقباً فردياً ولقب زوجياً واحد، وتحجز مكاناً في قائمة الأوائل 10 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات. وزيرة السعادة كما يلقبها التونسيون أصبحت ضيفة أساسية على البطولات الأربع الكبرى، تحظى بتقدير بالغ في عالم الكرة الصفراء، وصارت أيقونة ملهمة للفتيات العربيات، إذ أثبتت أنس جابر أن الأحلام بلا حدود. خاطر انا في الكارير نتاعي استخدم برشا عباد دوتوني وبرشا عباد يحسبوني مانيش باش نوصل للبعيد، مي انا حطيت في مخي باش نوصل وخدمت على روحي والحمد لله وصلت ومازلت باش نوصل للي نحب عليه.